قبل ما نكمل خلينا نخصص تليفوني يا مسيد. اهلا بيك يا مسيد، اهلا بيك، اتفضلي. هكلم الدكتور حضرتك. الدكتورة مع حضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي. استاذنك يا ام سيد توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. دكتورة انا باجي في الشتاء على طول احك في دراعاتي وفي ظهري وخدمون لي حبوب، لما يجي الصيف ممكن تختفي لوحديها. يعني هو في حكة بس مش حكة ومعها اي طفح؟ يا حضرتك حكه بس. طيب بصي، هو ثلاث ارباع الامراض الجلديه بيبقى مصحوبه بحكه. يا ام سيد معانا؟ اوكي. بس حضرتك بتقولي في حكه من غير اي طفح او من غير اي مشاكل في الجلد تاني، صح كده؟ ايوه. هو قصدي مثلا عندي شعور ان انا احك بتبتدي حبوب دايما، وانا عندي 42 سنه يعني سن مش صغير، بيطلع لها حبوب. حبوب مع الحكه؟ في بمجرد ما شهر 10 و11 ابدا. طيب بصي، هو طب عندك استفسار تاني يا مسيد ولا لا؟ عندي بنتي برضو حبوب جامده في وشها، جامده ويعني حبوب. هي حب شباب يعني ولا حبوب ايه؟ ايوه عندها 19 سنه، حب شباب اكيد. حب طيب شباب. خلينا نتكلم عن حضرتك. اي استفسار تاني يا مسيد؟ نعم. اي استفسار تاني؟ الله يخليك، شكرا. شكرا. طيب جدا لاتصالك يا مسيد، اتفضلي. اسمعيني كويس، في ناس كتيرة قوي عندهم حاجة اسمها اكزيما. خلاص الاكزيما بتيجي من الجفاف في الشتاء، والناس دي اصلا بيبقى عندها من وهي صغيرة هيستوري، وهي صغيرة بيبقى عندهم حاجة اسمها اتوبيك ديرماتيتس اللي هو تحسس. خلاص تأتبي. هي بتبقى عارفة، هي بتبقى عارفة من وهي صغيرة شهر كذا وشهر كذا، يعني هي متابعة اي 10 و11 عارفة، وهي صغيرة كان عندها الاتوبيك ديرماتيتس دي. بتبقى موجودة في الأطفال وخصوصا اللي بيرضعوا، بيبقى على الوش وبيبقى في الثنيات. كويس. خلاص. وبتبقى أكتر بتزيد في الشتاء. كويس. لما مع الكبر في السن بتتحول لإكزيما. كويس. برضو بتزيد في الشتاء. كويس. الحل إيه؟ أولا نشرب مية كتير على قد ما نقدر، نحط مرطبات، وممكن ناخد مرطبات تحتوي على ماده فعاله ممكن تبقى ايه عشان بس تجيبها من الصيدليه؟ مش عايزه اقول ماده فعاله، مش اسم دواء. ماده فعاله، ممكن ايه المواد الفعاله ممكن اللي تجيبها لو متاح، او هي ممكن تسيب لنا رقم تليفونها واحنا. طيب هي الماده انا مش هقول اسمها. حاجه بتحسن البارير بتاع الجلد. كويس. اوكي. فلما في مادة معينة بتنقص في الجلد في الناس اللي عندهم اكزيما او اتوبيك ديرماتايتس، في كريمات معينة بتعوض المادة دي وبتعمل زي طبقة تغلف الجلد، تديله نداوة، وفي نفس الوقت تشرب مية كتير عشان ما تتعرضش للجفاف وتضطر من الجفاف تهرش. كويس. ده في شهر 10 و11 اللي هي بتشعر اللي هي دخلت الشتاء بقى، ما بنشربش مية كتير وكده يعني. طيب.